انهيار التعليم، انهيار الأمة. موريشيوس هي دولة أفريقية صغيرة توفر التعليم مجاناً حتى نهاية المرحلة الجامعية، يشمل ذلك نقل الطلاب من منازلهم إلى مدارسهم على حساب الدولة. في موريشيوس التعليم خدمة تقدمها الدولة مجانا للمواطن وليس سلعة للبيع. موريشيوس توفر العلاج والرعاية الصحية مجانا لجميع مواطنيها، ويشمل ذلك حتى جراحات القلب ذات التكاليف الباهظة، ولا توجد تجارة في صحة المواطنين. أما عن ملكية المساكن، فهل تعلم أن 90% من مواطني موريشيوس يسكنون في منازل مملوكة لهم ولا أسر مشردة، أو عائلة تشكو من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. دخل الفرد في موريشيوس قد وصل إلى 19600 دولار، ولم يتفاخروا بأنهم الأعلى دخلا في أفريقيا. جمهورية موريشيوس أغنى دولة أفريقية رغم عدم امتلاكها لموارد طبيعية، لا نفط ولا معادن، وإنما تعتمد على الإنسان ثم الزراعة، وتصدير المنتجات الزراعية بعد تصنيعها، والسياحة مورد دخل استثنائي لهذه الدولة. الإنفاق العسكري يأتي في هامش الميزانية، والصرف الفعلي على الصحة والتعليم والخدمات. أحد الأساتذة الجامعيين كتب لطلابه في مرحلة الدكتوراه والماستير والبكالوريوس رسالة معبرة، وضعها على مدخل الكلية في الجامعة بجنوب أفريقيا. هذا نصها: تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى، ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش، فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش، ونخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش، ويضيع العدل على يد قاض نجح بالغش، ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش. إن انهيار التعليم هو انهيار الأمة.